عايز اسألك على حاجة هتضحك. قول يا حبيبي اللي انت عايزه اهو. كنت عايز اشتري جيتار يا عم شكل. مطار؟ عايز تروح المطار ليه يا ابني؟ مطار ايه يا عم شكل؟ بقول لك جيتار جيتار. ما انا عارف ان انت بتحب الخضار. خضار ايه يا عم شكل ومطار ايه يا عم شكل؟ بقول لك جيتار، عايز اشتري جيتار، عايز اشتري جيتار. طبعا يا حبيبي كلنا احرار. خلاص يا عم شكل، خلاص خلاص، عايز اشتري حاجة ولا عايز اقول لك على حاجة. شكرا شكرا شكرا. وايه ده يا ابني اللي بكرا بكرا؟ انت رايح في حتة بكرا؟ خلاص يا عم شكل، خلاص 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 خلاص. بلص ايه يا ابني؟ انت عايز بلص ليه؟ حرام عليك يا عم شكل، حرام عليك يا عم شكل، حرام حرام حرام. اوعى تنسى الشماعة يا شنكل، اوعى. اوبا، باين نسيت السماعة.